السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد من اجمل الاماكن اللي نقدروا نزوروهم في مدينة اكادير. لونطخي ب40 درهم الواحد، الدراري لا ما كتخلصوش عليهم. لا مدينة دكادير أو لا مدينة بوليزي، نسبة للمؤسس ديالها المهندس المعماري الإيطالي كوكو بوليزي. وبالنسبة للموقع ديالها فهي كاينة في بن سرقاو. وكتوفر أيضا على متاجر الحرفيين المحليين والصناع التقليديين. أما بالنسبة للمساحة ديال المدينة فهي كتجاوز 4 هكتار. وكما كتشوفوا هذا هو المسرح ديال المدينة، كيتداروا فيه عروض وحفلات، وكيتعتبر ايضا مكان رائع لاخذ الصور.
كان زمان في المغرب. ونخليكم مع بقية الفيديو، وكيف ديما ما تنساونيش باللايك إلا عجبكم والاشتراك في القناة، ومرحبا بالناس الجداد وحتى القدام. ايوا هكا كان الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.